يدخل أبو عمر برفقة أحفاده إلى منزله الجديد في مدينة الباب شرق حلب، بعد أن نسح حديثا من مدينة معرة النعمان بريف إدلب لأبي عمر. معاناة مع النزوح المتكرر، حيث أقام لثلاثين عاما في مدينة البوكمال شرق دير الزور لضرورة عمله. تنقل أكثر من خمس مرات نازحا مع أفراد عائلته هربا من القصف والتقدم العسكري لقوات الأسد. أنا كنت بالبوكمال ونزحت إلى المعرة، وبالمعرة صارت الأحداث وما أحداث، بدي أرجع البوكمال ما بقدر، كمان فيها الأحداث شغالة. رجعنا صرنا ننزح على ريف المعرة، على المعرة بليت وعلى منطف وعلى مجلية، ورحنا جايين على سرائب، من سرائب هدت الأمور بعد ست سبعة أشهر. رجعنا لوين؟ على معرة النعمان. معرة النعمان ما أحسن أن نبرق فيها، عملنا هيك ورحنا على البوكمال. بالبوكمال صرنا نشتغل مصلح طبابيخ، اشتغلنا تقريبا سنة وصارت فيها الأحداث. نزحنا إلى المعرة، اتمينا هيك على أبو نزوحات هيك لصفينا هوني بالباب. أما عن أبو حميد فقد ترك بيته في قرية جوباس جنوب سراقب بعد سلسلة غارات على قريته والتقدم البري للنظام مدعوما بالمقاتلات الحربية الروسية. غادرها مبكرا ليتمكن من نقل أثاث منزله وليغدو بعيدا عن دياره أكثر من 200 كيلومتر. كان الضرب وضرب الطيارة عنا، روحت 10 أوادم والجيش قرب علينا أخيو، قمنا نحن هربنا وجينا، أول شيء هربنا العيال أول يوم، تاني يوم رجعنا شيئنا وجينا لهون. وهذا اللي صار معنا، يعني تركنا رزقنا أرضنا وفلاحتنا وكريمتنا ودورنا وهاي وجينا لهون. والله اللي نازحين من عنا من الغوطة ومن حمص ومن منطقة المعرة كلياتها، من منطقة حما في عنا أخيو، من منطقة أبو دور، كل هالنازحين كانوا متقاوين عنا. وبعدين وقت اللي صار هالضرب شلنا نحنا وهني، ما ضل حدا بالضيعة خالص. عانت الكثير من العائلات السورية من مرارة التهجير القسري المتكرر بين أرجاء المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، آخرها موجة النزوح الواسعة في ريفي إدلب الجنوبي والشرقي. ليبقى الأمل بنهاية تلك المأساة. محطات عديدة نزحت إليها هذه العوائل قبل وصولها إلى مدينة الباب، وجميعها كانت مليئة بالمعاناة، لتبقى العودة إلى الديار أسمى أمالهم ونهاية رحلة المأساة. بهاء الحلبي، تلفزيون سوريا، ريف حلب الشرقي.